السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تطوير الثيمات سنقوم بإكمال درس الووردبريس. في تطوير الثيمات يوجد ملفين هما الهيدر .php والفوتر .php. حسنا، باستخدام الاندكس سنقوم بإنشاء HTML كالتالي، وسنقوم بكتابة عنوانها ديمو ثيم على سبيل المثال، وسنقوم بعرض هنا H1 عفوا، وسنقوم بكتابة Hello Demo Theme كالتالي. لو نقوم ب عفوا هذه النسخة سابقة، لو نقوم بعمل ريفرش ستكون كالتالي. طيب، إلى هنا كل شيء جيد. حسنا، الهيدر التالي نريد نقله إلى الهيدر الخاص بنا، لأنه سيكون هيدر مشترك بين جميع الصفحات. سنقوم بإنشاء ملف header.php ولصق التالي فيه. حسنا، لو نقوم بهذا وعمل ريفرش ماذا سيحصل؟ لو نقوم ب View Source Page سنجد H1 التالية كالتالي فقط. طيب، ما سنقوم به هنا هو كالتالي Get Header. هذه دالة خاصة بالووردبريس، ستقوم بإحضار بدل require. لو نقوم ب source page، نعم وقد قامت بإحضارها. بالنسبة للفوتر، فوتر من هنا سنقوم بإنشاء مجلد فوتر كما ترون، ونقوم بلصق التالي في مجلد الفوتر. طيب، لو نقوم بعمل refresh ونرى source code كما ترون نهاية الدوكيومنت عند ال H1، أي أنه لا يقوم بعمل include للفوتر. نفس الشيء هنا، حتى نقوم بجلب الفوتر سنقوم بعمل أو بالمناداة على دالة get footer، وهي دالة عفوا get footer، وعمل call لها، هي دالة تجلب الفوتر .php. طيب، ها هي قد جلبت. لو نقوم بتحديث هنا نفس الشيء. حسنا، إلى هنا أدوات الووردبريس التي نحتاجها كما ترون هنا. لا يوجد أي شيء يتعلق بالووردبريس سوى الأشياء التي كتبناها في ال HTML فقط. حسنا، في الهيدر هنا وقبل إخلاق الهيد سنقوم بكتابة أو بعمل كول للدالة WP head. الدالة التالية تقوم بإضافة السكريبتات الخاصة بالـ PHP بالـ WordPress كما ترون، والسكريبت التالي يقوم بدفع الكونتنت هنا لتهيئة الباب الخاصة بالأدمن الخاصة بالـ WordPress. طبعا كما ترون حتى هنا ستايل، ها هي ستايل. لو نرى هنا سنجد مارجن توب 32 بيكسل، وهو الارتفاع التقريبي لل المارجن توب الخاص بالبادي هو 46 بيكسل. الHTML والبادي وجميع العناصر اي تقريبا هو المارجن الخاص او الهاي الخاص بالبار العلوية. طيب، سنقوم بالذهاب إلى ملف الفوتر وإضافة دالة أخرى. الدالة التي سنضيفها هي عفوا get أو wp footer. الدالة التالية ما تقوم بعمله هو إضافة سكريبتات، سكريبت أي بالجافا سكريبت تظهر الأدمن بار، ها
حسنا، ونقوم بالتحديث كما ترون. ها هي أصبحت لدينا الأدمن بار، مرحبا أدمن، وجديد وتخصيص وثيم تيوتوريال ورئيسية قوالب إلى غير ذلك. هنا قد قمنا بإنشاء هذا الملف، نلتقي في درس